ترى تأتي من قبل عناصر ولاعبي المرخية من خلال هذه الأثناء، باحثين عن الهدف الأول والظهور والمفاجأة أمام نادي السلية. الكرة العرضية والهدف الأول، نعم يأتي الهدف الأول، يأتي يعمق من جراح السلية هدف الأول ويضع نتيجة التقدم للمرخية. نعم المرخية بداية بأفضلية، وأفضلية تترجم لهدف، وهدف يعني بأن السلية قد يذهب إلى دور الدرجة الثانية. كوريا يعمق الجراح بهذا الهدف، يزيد الآلام بهذا الهدف، آهن على آلام نادي السلية بهذا الهدف، ويتقدم المرخية. المظلوم صراحة إعلاميا، المظلوم الجميع لم يتحدث عنه، لكن مهرداد، مهرداد والعودة 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 والعودة، وأي عودة في نتيجة المباراة، دائما ما تكون العودة، دائما ما تكون العودة هي في الأمتار الأخيرة. تيامي في هذه اللقطة، هل سبقت هنالك خطأ؟ لكن شوف مجدي في المرة الأولى اتحرك، مجدي إسماعيل لم يعجب الأمر مجدي، لكن قال له شوف واستمتع، قال له شوف وتابع، قال له الطريقة، مجدي الصديق قال له اعطيه على طول، ومهرداد يسجل، ومهرداد يعادل، ومهرداد يعود، والسلية يسجل 1-1، والسلية يحتاج لهذا الهدف، السلية يحتاج. سار حارس المرمى داخل منطقة الجزاء، ركلة جزاء تأتي، ركلة جزاء تأتي بعد السقوط، أتى لمهرداد محمدي، مهرداد محمدي يسقط، عبد الله العذبة يحتسب على طول ركلة جزاء. شو مجدي صديق، مهرداد محمدي للاستقبال، وعبد الغني، مهرداد، مهرداد، مهرداد يسجل بالخبرة، بالخبرة، بالثقة، نعم، وبالثقة وبالخبرة لمن من خلال هذا اليوم. ومهرداد محمدي يضع هدف آخر لنادي السلية ليقلب الطاولة، فرقة الشواهين، نعم، تقلب الطاولة على حساب المرخية، متمسكين بحبل البقاء في بطولة الدوري، ما زالوا في هذا القارب ولا يريدون أن يسقطوا من هذا القارب في بطولة الدوري والهبوط لدور الدرجة الثانية. يستطيع سجل في المباراة الماضية سيرجيو كارلوس، إسماعيل خافي بتسديدة، يا جمالك يا جمالك يا جمالك يا جمالك يا روعتك، بالهدف الثالث إسماعيل خافي المختفي طول الليل، ويسجل الهدف الثالث، لتكن رصاصة الرحمة بل الضربة القاضية، يضرب بها السلية من خلال هذه المواجهة من أجل 3 نقاط. شوف الكرة من بعيد، يا جمالك يا جمالك في ضرب الكرة، ويا روعتك في اقتناس الكرة، ويا روعتك وحظك في هذه الكرة الجميلة والهدف الجميل لإسماعيل خافي. ركز وشاف ونظر الزاوية البعيدة، وضع لواحدة من ستكون من أجمل أهداف الجولة، هدف إسماعيل خافي.